لا كان في متفجرات ولا كان في دمار ولا كان في صواريخ ولا حاجة. اتفاجأت، أنا أسكن قريب منها، اتفاجأت في دمار الصالون في الكامل على ساكنيه، خلف 10 شهداء، مع العلم أنه البيت مدني وأنا مدني من 14 سنة. صالوني كان فيه عمال وكنت أمارس عملي هان، ولكن مشيئة الله تم قصف المحل، تدمر المحل بالكامل، لم يتبقى منه لا شيء، لا كرسي ولا ماكينة ولا أي معدات. قررت أن أنهض من جديد رغم الدمار رغم الركام. بدعم أهل الحارة قام اللي جاب لي كرسي واللي جاب لي سكبلة وجيراني جابوا لي العدة، وقررت أنه أبلش عمل من أول وجديد. بسبب الاحتلال الظالم تم قصف المنشأة والمنزل على رأس ساكنيها وراح المحل تبعه، واحنا الان يعني زي ما كما تشاهدون يعني عامل هو كرسي ومرآة، وبتم الحلاقة لأهل المنطقة لحين انه الله يعوضه ويمشي حاله للفترة هذه. قررت أنه أبلش عمل من أول وجديد وأمارس عملي، أفضل من أظل قاعد في البيت وأبدأ حياتي من أول وجديد بإذن الله، حتى يعني من داخل الركام والدمار ننهض في مهنتنا، وإحنا بندعي العالم كله يتفرج هذه الجريمة النكراء اللي حصلت فينا.